مشاهدينا الكرام، ومن داخل مركز التميمي دكتور محمد التميمي هننقل لكم أولى حلقاتنا إن شاء الله النهاردة من داخل المركز. فطبعا عندنا حلقات كتير دكتور محمد موعدنا بيها، وهتكون أولى حلقاتنا النهاردة عن حشو العصب أو علاج الجذور. طبعا انتظرونا في حلقاتنا مع دكتور محمد من داخل مركزه بمدينة دسوق إن شاء الله بإذن الله، ودي هتكون أول حلقة لينا. انتظرونا من أول شهر رمضان الكريم بإذن الله، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم. احب اقول لحضراتكم اولا قبل ما ابدا حلقتي النهارده، كل سنه حضراتكم طيبين بمناسبه حلول الشهر الكريم. إيه طبعا موضوع حلقتي النهارده موضوع مهم جدا 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 في غايه الاهميه، اللي هو حشو العصب او علاج الجذور. طبعا احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اما بيخلق لنا اي شيء في جسمنا ما ينفعش نعوضه مهما عملنا، وخصوصا بقى لما يكون ضرس او سمنه، مهما عملنا ومهما حطينا مش هيكون بنفس القيمه اللي ربنا سبحانه وتعالى عطانا. لكن عشان نعمل حشو عصب لازم يكون معانا المتخصص المتميز جدا في هذا المجال. ضيف لضيفكم القيمه الكبيره جدا جدا في هذا المجال، دكتور محمد التميمي، ماجستير التركيبات الثابته جامعه المنيا. اسمحوا لي الاول ارحب بضيفي. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا وسهلا، ازي حضرتك دكتور؟ شرفتنا النهارده معانا في البرنامج ده. نور حضرتك والله، الله يكرمك، ربنا يعزك. قبل ما نتكلم يا دكتور، احنا قلنا للناس ان حشو العصب، حشو العصب ده قبل ما نتكلم فيه ونخوض فيه، عايزين نعرف بس نبذه صغننه كده من حضرتك عن الضرس او السن ده عباره عن ايه، بيتكون من ايه، وفائده العصب نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الاسنان طبعا دي لها قيمه كبيره جدا في جسم الانسان، وهي تعتبر من الاعضاء، يعني اول خطوه من مراحل الجهاز الهضمي بيسموها كده، هي الاسنان دي يعني حاجه اساسيه في الاول. هي طبعا بتتكون في البدايه من يعني من 6 اسابيع بالظبط من بدايه الحمل، تبدا تتكون اول حاجه بتتكون من السنين، تمام؟ وبعد كده من 3 لـ4 شهور بالنسبه من الحمل يبدا يتكون الطبقه اللي هي الانامل، الهارد تيشو اللي بتبقى موجوده، اللي تغطي، تبدا تغطي السنه من بره كده. وبعد كده بعد الوضع تبدا بقى تتكون المراحل الثانيه، الكراون ده يطلع، وبعد كده الروت ايه يبدا يتكون. فدي دي الفيرست ستيب اللي هي بتاعت التكوين بتاعت السنه ذات نفسها. وهو بيبقى فيه اسنان، عندنا فيه اسنان لبنيه وفي اسنان دايمه. الاسنان اللبنيه هي اللي بتاعت الاطفال، ودي بتبقى 10 تحت و10 فوق 20. وبعد كده الاسنان الدايمه بيغيروا ال10 وبيطلع لهم زياده 16 و16، مجموعهم 32. تمام.
طب كلمة حشو العصب تجيب منين المسمى ده؟ ما هو هو حشو العصب دي هو عندنا في الانجليش اندودونتيك تريتمنت. اندو يعني ديستانس ويزن، او انسايد يعني حاجه داخليه جوه. هي لو بصينا في تكوين السنان من بره كده لجوه هنلاقي اول طبقه اللي هي الانامل اللي هي طبقه المينا، دي يعني اقوى طبقه موجوده في السنان 96% كالسيوم او 98، وبعد كده الدنتين او العاج، ودي بتبقى طبقه طريه تحت الانامل الطبقه الناشفه، وبعد كده اللي هو قلب العصب كله او قلب السنه كله من فوق لتحت. تمام، ده اللي هو بقى قلب العصب ذات نفسه. لما بنيجي نحشيه بقى او بيسموه حشو العصب، هو ده الحفره او الكافيتي اللي موجوده جوه دي، من اسمه اندو يعني انسايد او جوه. فاحنا بننضف جوه ونحشي القناه دي كلها من الاول، او الجزء اللي باين من عند الكراون كده لحد اخر الروت تحت في العظم، هو ده حشو العصب. طيب العصب نفسه دكتور في ايه؟ لا، هو العصب ده يعني السن تعتبر كلها ككائن حي بس مصغر، زيها زي جسم الانسان بالظبط، يعني بتاكل وتشرب وتحس وتتحرك وتكبر وتنمو وتعمل كل حاجه، ويتوصل الاحساس بالكهرباء والسائع والسخن والكلام ده، السن موجود. فهو العصب ده يعني بيبقى زي الفرع الرئيسي كله نازل تحت ماشي في الفك مثلا، وطالع منه برانشات، كل برانش داخل السنه من تحت، يعني السنه مفتوحه من تحت داخل لها العصب، وبعد كده العصب ده بيكمل بقى جوه يغذيها، يخليها فيها احساس، يخليها فيها حركه، يخليها فيها الفيتاليتي بتاعت السنين، خلاف خالص لما نشيل كل ده فالسنه تبقى هشه، ما عادش لها اي حاجه خالص غير انها كشكل جمالي او الساتيك موجود وفانكشن بتاعت الاكل بس. فالعصب لا مهم جدا طبعا في السن. طيب سؤال دلوقتي الدكتور بيقول الاعراض اللي انا لو حسيت بيها فعلا بقول ان انا فعلا عندي كده، هروح لدكتور محمد هحشي عصب، ايه بقى الاعراض اللي ممكن تظهر عليا كده؟ هو الالم بالنسبه للاعصاب ده بيجي تدريجي، ما بيجيش مره واحده، يعني ما فيش سنه مره واحده هوب تدخل تتحشي حشو عصب الا في حالات معينه. لكن هي في البدايه بتبقى السوسه صغننه قوي كده، يا دوب على الكراون كده من فوق او طبقه الانامل من فوق، ممكن تخرمها خرم صغير، وبعد كده تبدا توصل الدنتين تاكل تحسي بسخن وسائع بسيط، مره يروح مره يجي، ده انت كده لسه يا دوب في البدايه، انت لسه ما وصلتيش للمرحله بتاعت العصب. وانس ان انت خلاص بقى في بين جامد قوي، بقى في صداع جامد قوي، بقى في الم بالليل، بقى في المسكنات ما تقدرش انها تعمل مثلا معاك حاجه، الضغطه مع الوجع، مش قادره بسخن وسعب مستمر بطريقه مستمره، انت كده خلاص وصلتي لمراحل ان السوسه بقت كبيره قوي، بقت وصلت للعصب قوي، فلازم ان انت تضطر ان انت تحشيها بقى حشو عصب. في فوبيا كده عند معظم الناس من كلمه حشو عصب، فعشان كده بنقول هل حشو العصب فعلا مؤلم يا دكتور؟ لا، هو مش قصه مؤلم، هي الناس عندها فوبيا من حشو العصب، لان هو بصراحه يعتبر من اقوى الحاجات اللي موجوده في السنين، ومن الحاجات البيزكس اللي هي الاساسيه، ده الاساس بتاع طب الاسنان كله، لو ده اتعمل صح بقيت كل الشغل ممكن يتعمل صح، حتى لو بقى في ديفكت مش مشكله، يقدر تتعالج او تقدر تتظبط، لكن الاساس عندنا هو ده، هو حشو العصب. فهو بيبقى وبياخد وقت، بياخد مجهود، بياخد تكلفة كتير قوي، عايز حاجة سبيشاليتي، عايز حاجات تكنيكال محترمة قوي، عايز ماتيريال محترمة قوي، فبياخد بادجت كبيرة، ووقت ومجهود وبنج وتعب، فهو المريض بيبقى مرهق من القصة دي. لكن بقت في حاجات جديدة دي، يعني ممكن نتكلم عنها جديدة دلوقتي، هتبقى يعني الموضوع بقى أسهل بكتير قوي من زمان. طيب لو أهملنا بقى حشو العصب ايه ممكن، هو قصة إن أنت لو بقى في مؤشر لدرس إن هو خلاص عايز تحشي حشو عصب وانت مثلا سبتيه، ممكن مضاد الحيوي والمسكنات تاخديها هيخف شويه ماشي اوكي، وبعد كده هيرجع الوجع تاني اوكي، وبعد كده هيرجع لغايه ما ممكن معنى ان السوسه وصلت للعصب، معنى ان بقى في بكتيريا بقت موجوده في قلب العصب، البكتيريا دي بتكبر وبقى في اكل حصل له اكيوميليشنز، وبقى فود امباكشن وحوار، البكتيريا دي ممكن تكبر فبتوصل وممكن تعدي لتحت
تحت الايبكس بتاعت الجذر، الفتحه بتاعت الجذر ذات نفسه، وممكن تعمل لك خراج، وممكن تعمل سويلنج، وممكن تعمل ابسس وبص، ويعني قصه كبيره. والانفكشن بقى ممكن ما اعرفش اعملها كنترول في بعض الحالات يعني. طب لو عايزين نفرق بين الحشو العادي والحشو المصري، هو حشو العادي ده بيبقى يدوب سطحي، ما تعداش يعني، هو فيه تاج اللي هو الكراون بتاعنا اللي فوق اللي احنا بنشوفه ده، هو ده اسمه ده اسمه كراون، وفيه الروت اللي هو تحت تمام، وفيه العصب واخد ما بين الاتنين من الروت للكراون. حشو العاده بيبقى يدوب سطحي من فوق، من عند الكراون كده، من عند طبقه المينا، واكل جزء منها، واكل حته منها، وصل للعاج اللي هو الدنتين. اه ممكن يبقى واصل شويه من الدنتين، لكن ما وصلش للمنطقه اللي هي اللب اللي جوه ده. وانس ان هو وصل اللب اللي جوه ده، قلب الضرس، يبقى هو ده حشو العصب. لكن العاده يدوب سطحي كده، وبتحشي حشو عاده، وفي حاجات بتتحشي في جلسه واحده وتخلص خالص. احنا بنقول ان في دلوقتي تقنيات حديثه جدا حشو العصب. في زمان الحاجات اللي هي كانت فعلا بتعمل فوبيا او رعب للانسان، النهارده في تقنيات حديثه جدا دخلت معانا في عالم الطب بالنسبه للاسنان. فاوريدي عايزين نقول ونطمن ايه هي التقنيات الحديثه دي، عشان الانسان ما يبقاش خايف وهو فعلا رايح ولازم يعمل حشو عصب. هو طبعا الموضوع فرق قوي عن زمان. هو زمان كان نعمل حشو العصب ده، كان فيه بيبقى في زي مبارد كده، واحنا طبعا يعني بنشيل جزء كبير او صغنن على حسب الضرس او حاله القنوات من فوق لحد ما نوصل لقلب الضرس من تحت. مثلا احنا وصلنا له من تحت، في قنوات بقى او مواسير، يعني زي المواسير كده من فوق لحد تحت. كان زمان بيبقى فيه مبارد يدويه، شغل يدوي، بندخل بقى من جوه نبرد زي المبرد بتاع الضوافر كده، نفضل بقى نوسع في الكنال من اصغر، من كان في سايز من 8 و10 و15 و20، ونفضل شغالين. ممكن الشغل كان بياخد تايم كتير قوي، كان بياخد مجهود كتير قوي، كان بيبقى متعب على البيشنت وعلى الدنتست اكتر برضو من البيشنت. لكن دلوقتي الموضوع بقى مختلف. الموضوع دلوقتي انت ممكن تخلصي وتفتحي الاكسس كافيتي دي من فوق، اللي هو الكراون من فوق، وتوصلي لحد العصب ده. في دلوقتي بقى اجهزه روتري مكان الفايلات دي، بندخل على طول، ممكن نحضر القنوات دي في 5 دقائق ماكسيمم، ممكن وتخلصي الاريجيشن بتاعك اللي هو الغسيل بتاعه كويس قوي، وممكن نتقفل في جلسه واحده لو الدنيا دي كويسه. يعني لو في كويسه ممكن نقفل، مش كويسه ممكن ناجله عادي، مفيش مشكله للجلسه الثانية. فبقى ما بقاش فيه مجهود، ما بقاش فيه حاجات يعني كومبليكيتد قوي زي زمان، معقده زي زمان. لا، الموضوع دلوقتي بقى فرق حتى في الحشوات ذات نفسها. يعني كان زمان كان في الحشوات بتاعت العصب دي، القناه دي لازم بيتحط لها عيدان، زي لما عيدان كده، زي عيدان الخشب كده صغننه، دي بتتحط من فوق لحد تحت، ونحط عود ورا الثاني ونلزق، وعود ورا الثاني ونلزق. دلوقتي في حاجات برده جديده، أجهزة برضو بتبات كده بتسيح العيدان دي. التب ده بعد ما بتخلصي خالص الحشو بتاعك وتنظف، بعد ما تخلصي سوري التنظيف بتاع السنة، في تب صغننة كده بتدخل من فوق على الكنال، تملي كانت سيحي لها كلها الجتابيركة بتاعتها وتقفليها، وموضوع بقى سهل خالص عن زمان بسرعة. في حاجات لوبز كانت موجوده، كان زمان ما كانش في اللوب. اللوب دي حاجه نضاره كده بعدسات مكبره بتشوف. في حاجات الميكروسكوب، طبعا ميكروسكوب طفره برضو. في الليزر حاجه محترمه برضو موجوده. في اجهزه كتير قوي سهلت الموضوع خالص، بس برضو يعني كل حاجه وذ ليميت، مش مطلقه يعني. طب انت نقول ان حشو العصب ممكن يتعمل في جلسه واحده، كل الناس دلوقتي معتقده ان انا هروح لدكتور محمد، لا الدنيا اتطورت قوي، هعمل حشو العصب في جلسه واروح خلاص الموضوع منتهي. في بيحصل حقيقي، بس انت يحصل هذا الموضوع ان احنا نعمل في جلسه ونمشي وخلاص؟ هو انا لسه قايل لحضرتك، هي كل حاجه في عندنا في طب الاسنان ويز ليميت، يعني مفيش حاجه مطلقه. لو في ضرس مثلا، بيشنت جاي وضرس فيه كيرز او سوسه مثلا، والسوسه دي وصلت العصب، بس هو ما خدش وقت، ما غيبش مثلا على السوسه والكلام ده لحد ما بقى فيه خراج او حاجه، فالضرس هو جاي يدوب سوسه ويدوب وصل للعصب، مفيش التهابات تحت،
نعمل في حشو عصب في جلسه واحده، مفيش خراج تحت، ننظف ونقفل ونحشي ونقفل كله في جلسه واحده، مفيش مشكله. مفيش حاجه اسمها سيلولايتس مثلا، مفيش سويلنج، مفيش نفاخ يعني موجود، كل حاجه مظبوطه. اقدر اعمل كنترول على البكتيريا وعلى الارجيشن بتاعي وعلى وعلى كل ده، اقدر اعمله في جلسه واحده. اوكي اعمله في جلسه واحده، لكن لو زاد الموضوع عن كده لا ما اقدرش. يعني حسب حاله البيشنت قدامي. ايوه على حسب حاله السنان ذات نفسها والاريا اللي موجوده. يعني واحد مثلا جاي لي مثلا بضرس تعبان وفي ابسس، في خراج مثلا، طب الخراج ده في بس محتاج ان هو يحصل له ريليف. انا ممكن ادخل اشيل كل العصب، انضفه، اعمل الريجيشن بتاعي كويس، الغسول بتاعي كويس، ولازم انتبيوتيك يخف القصه دي كلها. لازم السويلنج ده، لان السويلنج ده في حاجات اكزوديت هتخرج، هتبقى موجوده، ما ينفعش اقفل عليها، لو قفلت ما هيحصل تاني. فبنديله فرصه شويه، اجي افتح مثلا درس الاقي فيه زي بص كده عمال بيخرج، صعب ان انا اقفل في جلسه واحده، ما ينفعش. وهي وفي قاعده عندنا برضو بتقول ان if you can dry you can fill، يعني لو انت نظفت الضرس وعرفت ان انت تنشف كويس لحد اخر الروت هتقفل كويس، قفل عادي ما فيش مشكله. لكن انا ما عرفتش انشف كويس من البص اللي موجود او لا مش هقفل كويس. ففي حاجات بتتقفل في جلسه واحده اوكي ما فيش مشكله، وفي حاجات لا بتقعد في حاله معايا قعدت 3 شهور عمال اقفل فيه قطع، بس كانت تريتمنت بقى، يعني كانت حشو عصب قبل كده وحصل فيه مشاكل واحنا بنصلحه، غبنا نصلح فيهم حوالي الدرسين دولت 3 شهور، البص ستيل موجود، مش عارف انا اعمل دراينس للكانلز ده عشان اقفلها، لا. فالموضوع مختلف. اسمح لي دكتور قبل ما افصل وارجع لحضرتك نكمل حديثنا الممتع ده عن الخلاص. شايفين كرام فاصل ونعود. مركز التميمي لتجميل الأسنان دكتور محمد جمعة التميمي، ماجستير التركيبات الثابتة جامعة المنيا، العنوان دسوق شارع سعد برج العلا، تليفون 0119 80 195، 0445 25 624، صنهور المدينة حارة السبع، تليفون 0745 85 838، 0119 80 195. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمد التميمي ماجستير التركيبات الثابتة جامعة المنيا، وهنكمل حديثنا الشيق معاه عن موضوعنا النهارده حشو العصب او علاج البذور. اسمحوا لي ارحب بضيفي للمره الثانيه. انا مرحبا مره ثانيه بك. اهلا وسهلا، زحمتك نورتنا في البيت. الله يخليك، ده نور والله، الله يكرمك. وبشكر حضرتك مبدئيا كده قبل ما نكمل حلقتنا على الجزء اللي احنا قبل ما نطلع فاصل كان ممتع بصراحه. الله يخليك، الله يكرمك، ربنا يعزك. طبعا احنا عشان نستكمل حديثنا عايزين نقول ان جهاز الليزر ليه دور وليه حته كبيره النهارده في التقنيات الحديثه في هذا المجال. ايه بقى فائدته؟ هو طبعا جهاز الليزر من الاجهزه اللي عملت طفره بصراحه في طب الاسنان، مش في برانش واحد او كعند بس، في كل البرانشات. لكن هو تحديدا بالنسبه لحشو العصب، هو طبعا يعني ده عامل رئيسي، بيعمل اراديكيشنز للمايكرو اورجانيزمز الموجوده في جوه العصب، يعني بيقلل لي حجم البكتيريا اللي موجوده. وهو ده اصلا المين كونسبت بتاع حشو العصب ذات نفسه الاساسي، ان انا بدخل عشان انضف كل قنوات العصب اللي موجوده او الضرس اللي موجوده، واعمل لها غسول كويس قوي عشان اقلل حجم البكتيريا اللي موجوده. المفروض كمان غير القنوات الرئيسيه، الليزر كمان مفيد قوي في قنوات بتبقى فرعيه من الليزر. دي ساعات انا ما بقدرش اوصل لها قوي، وساعات برضو بعد كده بعد ما بقفل وانا شايف ومصور اكس راي حلو قوي وكويسه والعصب بتقفل، بعديها بفوجئ ان في حاجه اسمها اللاترال كانلز موجوده في النص، يحصل لها لسه فيها بلب تيشو موجود، ما بعرفش اوصل لها. الليزر بقى فايدته كمان في الحاجات دي كويس قوي ومحترم بصراحه الحاجات دي، فهو بيقلل عدد البكتيريا بطريقه، بيقلل المايكروليكش كمان، الحاجات اللي هي الفواصل اللي موجوده محترمه بصراحه قوي. فالليزر لا، الليزر مفيد جدا عندنا. في بعض الاحيان بيحدث الم شديد يكاد يكون في استغراب كده ان انا عملت حشو عصب وعندي الم. طب انا اعمل ايه واتصرف ازاي في الوقت ده مع اني عامل حشو عصب كويس؟
حضرتك المفروض بعد حشو العصب ده ان انت معنى ان انا عامل حشو عصب كويس هي لها كريتيريا كده معينه احنا بنقيس عليها ان هو يعني ده كان بالنسبه لي كدكتور وهقول بالنسبه برضو بالنسبه للبيشنت كبيشنت بالنسبه لك بالنسبه لي انا كدكتور لازم حشو العصب ده يكون واصل للاخر ومتنظف كويس على الاكس راي ما فيش اي حاجات يعني راديو لوسنس اريا من تحت او حاجات دي بالنسبه لي ان اقدر نحكم عليه لكن اللي يهم البيشنت او اللي يهم المريض ان انا حاشي حشو عصب معنى ان انا حشيته حشو عصب ان انا اكل ما يبقاش في وجع بالنسبه لي خالص افضل امضغ عليه كويس كده حشو العصب بالنسبه لي ده تمام ما يبقاش فيه مشكله لكن ان انا اكلت بمجرد ان انا ماكل اجي اضغط لا مش قادر في الم معنى كده ان في مشكله اصلا في العصب ده ذات نفسه او في مشكله في العظم اللي تحت الضرس تكون على اي سبب بقى اي الاسباب كتير قوي بقى ما تعديش بقى حشو العصب ده مش منظف كويس حشو العصب ده شورت ناقص مش واصل لحد الاخر في كانالز لاترال كانال قنوات جانبيه مش موجوده في حاجات راديو لوسنس اريا تحت يعني زي خراج مثلا او كيس دهني تحت موجود او اي حاجه موجوده او هو مش منظف حاجات تانية ممكن بيبقى هو سايب مش حاشي كل القنوات اصلا يعني في كيسز بيجينا بيبقى مثلا حاشي اللي هو المين كانال كانال الرئيسيه وخلاص او القناه الرئيسيه في قنوات تانية رئيسيه برده موجوده في جذور تانية ممكن تبقى متسابه في ناس اصلا يعني في ممكن يبقى مثلا حاجات تثبيتات مثلا العصب بيبقى فيه مشاكل المهم لو انت حاش عصب مثلا وتلاقي فيه حبايه موجوده من الجنب او الابسس ده دليل ان حشو العصب ده فيه مشكله او الحشو اللي انت عامله ده فيه مشكله عايز يتصلح او يتعاد من تاني يحصل له ريتريتمنت ايه السبب بقى ممكن اسباب كتير قوي زي ما قلت لحضرتك ما بعد حشو العصب مفروض نعمل ايه حاجات كتيره بعد حشو العصب يعني المفروض بتتعمل هي اول حاجه ان المفروض حشينا حشو عصب خلصناه وظبطناه والدنيا تمام قوي اتاكدنا ان هو كويس المفروض بعد كده هنقيم الضرس على اساس ان هو هيتعمل له تلبيسه هياخد دعامه ولا مش هياخد دعامه هياخد دعامه تبقى تتعمل وتتقفل وتبقى تمام مش هياخد دعامه برضو بيتقفل الجزء اللي هو الكراون او التاج اللي بيبقى ظاهر ده وبعد كده بقى بنروح لقصه التلابيس بقى التلابيس فيها انواع واشكال وحاجات كتيره برضو بقى الكلام دعامه او طربوش لازمتهم ايه بعد حشو العصب يعني ايه الفايده فيهم لان في ناس بيقول لك انا حشيت خلاص بقى كفايه عليا جلسات ومروح ومجي عند الدكتور وتعبت بجد انا مش عامل طربوش او دعامة امتى نقول ان ده مش مهم او لازم يكون مهم لازم يكون هي القصة مش ان انا اعمل طربوش او دعامة لا ده ملوش علاقة ده سكة وده سكة هما التلاتة مع بعض حشو العصب ده انت بتعمليه حضرتك علشان ما يبقاش فيه الم تمام والضرس يصحى وتاكل عليه كويس حلو الدعامه علشان الجزء اللي فوق اصلا هو اصلا انا داخل اعمل حشو عصب ليه لان هو اصلا مسوس ومتاكل تمام فمسوس ومتاكل وانا كمان جيت يعني فحرت فيه كمان شويه على بال ما اوصل لتحت فانا كمان حضرت اصلا جزء من الكراون ده او التاج اللي موجود ده فاصبح الجدران اللي موجوده من فوق ممكن يطير منها اتنين ممكن يطير منها ثلاثه ممكن يطير منها واحد فلو حطيت الحشوه كده زي ما هي وعملنا عليها تلبيسه بعد فتره الجدران دي انا هحضر اصلا عشان التلبيسه اركب التلبيسه سنه اتنين هوب بطاقه التلبيسه دي اتكسرت ما عادش فيها مشكله فلا انا بعد ما اخلص حشو عصب ده مهمته خلصت الدعامه لها مهمة في التاج اللي فوق الدعامة دي اللي هي المسامير اللي بتتحط المسامير دي بيبقى نصها بتتحط في الجدر والراس بتاعتها من فوق ويتحط حواليها الحشوه تتصب حواليها الحشوه ايا كانت بقى ابيض في دي مش قصتي دي تمام اتحطت الحشوه اصبح كده الحشوه ماسكه في المسمار والمسمار ماسك في الجدر تمام ليه المسمار ده انا حاطه علشان الجزء بتاع الكراون بس لان هو بقى ضعيف وبعد كده احط التلبيسه
عشان لو ما حطيتش انا تلبيس على القصه دي خالص، الجزء اللي ماسك بتاع الحشوه ده ضعيف مش ملموم، فهتيجي القوه بتاعت الاكل دي كبيره قوي، ممكن تكسره في اي لحظه. التلبيسه بقى لما تتحط على كل الكلام ده، التلبيسه حمايتها انها هتحوط على الحشو ده كله خالص، تقفله، واي فورس بتبقى نازله او اي قوه بتبقى نازله بتفضل يعني تتوزع على كل الكراون اللي موجود او التلبيسه بتاعتك، فالدرس طبعا يعيش. فهي كل حاجه لها حاجه، العصب للألم، الدعامة عشان تمسك الحشوة اللي فوق ما تقعش بالعصب، والتلبيسة عشان تعرف تاكل كويس وتمضغ وتعمل كل حاجة. فمش بفضل، هم بيتعاملوا سيستم، بيتعاملوا كل بيتعاملوا كل. ممكن احط مسمار في حالات، ممكن احطش دعامة في حالات، ممكن ممكن ما احطش، ما فيش مشكلة. حسب بالظبط كده، حسب. هو لو اكتر من جدار من الضرس مكسور، احط دعامة. طبعا افضل احط دعامة، العينيه اللي هتعيش لي قصه الكراون من فوق والتركيبه وتخلي لي الدنيا تمام او زي الفل. فهي مش اختيار ده او ده، ما ينفعش. وما ينفعش ضرس حشو عصب ما تحطلوش دعامه الا في حالات بسيطه، يعني حالات مش ما هياش مطلقه. لا 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 لا، الحاجات حالات قليله. بالظبط كده، بالظبط كده. طب دكتور، عايزين من حضرتك بقى كلمه لكل مشاهد بيشوفنا دلوقتي، ازاي نحافظ على ضرسي او سمنتي عشان ما تعرضش فيها لهذه المساوئ اللي احنا بنخاف منها اصلا، الفوبيا بتاعتنا دي؟ والله هي بصراحة الموضوع يعني مختلف، والموضوع عايز محافظة، دي بيبقى فيها حاجات كتيرة او ممكن تحافظ عليها. اول حاجة طبعا حضرتك علشان تقدري ممكن تحافظي على اسنانك، اول حاجه طبعا الفرشه والمعجون، ده بالنسبه لنا اساسي، سواء الصبح او سواء بالليل. حتى لو مش هتقدر، ممكن اهم حاجه قوي قبل النوم. وهو قبل كل ده برضو، سوري معلش برضو افكركم بحاجه، هو انا اصلا بغسل سناني وبحافظ عليها ليه؟ علشان امنع التسوس. طب انا التسوس ده هيجي لي منين؟ التسوس ده اصلا هيجي لي لو الاكل اللي موجود عندي ده ركن 24 ساعه، تبدا البكتيريا تيجي عليه، تبدا تتراكم، تبدا تحمض الاكل، تبدا تطلع احماض، تبدا تخرم للسنان. طب انا عايز امنع القصه دي كلها، هو ده بقى الحفاظ على السنان بقى. اول حاجه حضرتك ممكن تغسل سنانك، طبعا ده اساسي، ده شيء اساسي بالنسبه لنا، الفرشه والمعجون صبح وبالليل. بالليل ده طبعا مهم جدا، ليه؟ لان الفتره دي من بعد بالليل او اول ما تيجي تنام لحد الصبح، دي فتره كبيره قوي لاكل ولا شرب داخل الاكل، ممكن البكتيريا تاخد فرصتها انها تبدا تشتغل. شرب الميه المتقطع على طول بالنهار، مثلا كل نص ساعه او كل ساعه على قد ما تقدر، وريفر بقى ايا كان، ده برده بيقلل تراكم الاكل اللي موجود على الـ على الـ على الـ على الاسنان اللي موجوده. طبعا الكالسيمات مهمه جدا بكل انواعها بالنسبه للاكل، لو اسماك، البان، بيض، جبن، كل حاجه فيها كالسيمات دي طبعا حلوه. الحاجات دي بترسب الكالسيوم على الاسنان، خصوصا الطبقه اللي هي الخارجيه دي، طبقه المينا دي اقوى طبقه بالنسبه للكالسيمات اللي بترسب فيها. لو انت مظبط محافظ عليها كويس والكالسيوم بتاعها حلو قوي، مش هيحصل سوس مثلا بسهوله، ممكن يحصل بس هيبقى يعني قليل قوي خلاف ما انت تبقى سايبها. دي بالنسبه للكالسيمات. الحاجات طبعا كل الحاجات اللي فيها الشوكليت، السكريات عموما، مش هقدر اقول لك ما تمنعها او ما تمنعهاش، انت مش هتقدر تمنعها، بس على الاقل ممكن تقللها، او على الاقل لو انت اكلتها ممكن تاكل اي حاجه جنبي وراها، مثلا تبقى حاجه خشنه، حاجه حرشه مثلا، اي حاجه، بحيث انها تعمل حاجه اسمها سكافينجر او يعني كانس للشوكولاتات اللي هي او الحلويات اللي هي راكنه خصوصا على الراس بتاعت الاسنان اللي موجوده. المعجين طبعا مهمه جدا قوي، برضو فيها نسبه فلورايد، في فلورايد ابلكيشن بيبقى موجود. زياره طبيب الاسنان ده كل 6 شهور، ده يعني فيري امبورتنت بصراحه، ويعني دي اعظم النصايح او اغلبها اللي هي ممكن تحافظ على السنان. اشوفكم على خير ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك الاول، يعني بجد مش عارفين حضرتك. الله يخليك، الله يكرمك، الله يخليك جدا، وطمنتنا الناس كلها عن حشو العصب ان هو مش بوبع زي ما بيقولوا. لا لا طبعا، لا طبعا، الموضوع مختلف. الموضوع طبعا كلمه شكر قليله جدا المره الثانيه. الله يخليك، ميرسي يا دكتور، تحت امرك. وان شاء الله بنوع الساده المشاهدين معانا ان دكتور محمد معانا في اكثر من حلقه، في اكثر من موضوع. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقات قادمه مهمه ومفيده جدا مع دكتور محمد باذن الله قريبا جدا على شاشتنا الجميله، شاشه الصحه.